بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألهمنا رشدنا، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ووفقنا وسائر المسلمين تحب وترضى، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل: صلاة العيدين. والعيد جاء من إيه؟ من العود، لأنه يعود، كلما بمرور الزمان ينتهي عيد ويعود عيد، وينتهي عيد ويعود عيد، قيل من العود، وقيل لأن الله يعيد على عباده مواسم الخير وأسباب المغفرة. وهذه الأعياد أعياد شرعية دينية، وهم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. والأضحى أفضل من عيد الفطر، يبقى الأضحى يليه الفطر، لأن عيد الفطر بيبقى في أشهر حرم، وبيبقى في موسم من مواسم الحج، عيد الأضحى. أما هناك بقى أعياد عرفية، زي نقول مثلا مولد النبوي، ده عيد عندنا، ده عيد عرفي وليس عيد شرعي، عيد يحتفل به الناس لإظهار محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس. يقول لك عيد ميلادي، ده عيد ما يجراش حاجة بالنسبة لك، عيد عرفي وليس شرعي. فاللي أنكر الأعياد غير الشرعية وقال إنها ملناش إلا عيدين، أنكر المعنى العرفي، وظن أن العرف صار شرعا. وهنا لا، نقول عيد الأم، نقول عيد النصر، عيد الثورة، كل دي أعياد عرفية لا بأس بها أن الناس تحتفل بيها، ما يجراش حاجة، لكنها ليست لها نسك معين ولا عبادة مشروعة معين، لا بنكبر مثلا فيها، ولا بنجتمع للصلاة، ولا نعمل خطبة، ولا بنأمر الناس جموع الناس تحتفل بيها، بل طائفة معينة من وسط المسلمين بيحتفلوا بيها لأنها تخصهم. فهذه الأعياد عرفية لا بأس بها، والشرع يتركها من باب المباح، لا حكم لها. فاللي بيبتدي يبالغوا فيها ويجعلوها بدعة ويحاربوا من أجلها، فبيحارب في غير عبد، لأنه هي المسألة محدش قال إنها أعياد شرعية، شرعها الشارع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأعياد الشرعية فهم عيدان. يقول: وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة، ده عند الشافعية كده سنة مؤكدة، وكذا المالكية، لكن عند الأحناف واجب عيني، وعند الحنابلة واجب كفائي. يبقى لأن إحنا بندرس المذهب الشافعي، هيكتب لك يقول لك صلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة، يبقى حكمها عند الشافعية إنها سنة مؤكدة وليست واجبة، لا على العين ولا على الكفاية. بعض العلماء قالوا هي سنة مؤكدة من شعائر الإسلام، لأن يسن فيها الإظهار وتبقى ظاهرة كده، زي الأذان مثلا، هو الأذان سنة، لكنه سنة من الشعائر، لأن إيه؟ فيها الإظهار، وأصبحت يعني تبين يعني خصائص البلاد الإسلامية، إن هم يبقى عندهم أذان، ويبقى عندهم صلاة عيد وصلاة جماعة، فهي من الشعائر المشهورة. لكن ذهب الأحناف إلى وجوبها وجوب عيني، فهي متعينة ويأثم تارك عند الأحناف، وعند الحنابلة وجوب كفائي، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الآخرين.
أصل مشروعيتها يعني دليل مشروعيتها قول الله عز وجل في القرآن: فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر يعني صلي صلاة العيد وانحر الأضحية. ولها أدلة كثيرة أيضا من السنة النبوية الشريفة أن النبي كان يصلي صلاة العيد في الخلاء، وكان يأمر حتى النساء والأطفال والحيض أن يخرجن ليشهدن جماعة المسلمين والخير، حديث البخاري وفي مسلم وعليه العمل. فلها أدلة من الشرع الشريف من القرآن والسنة والإجماع. وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة، وتشرع جماعة ولمنفرد، وتشرع هي جماعة ولمنفرد ومسافر. يبقى ممكن صلاتها جماعة، ممكن صلاتها منفرد. يعني لو فاتتك صلاة العيد قوم صليها منفرد في بيتك، كويس. وكذا المرأة اللي هي الجميلة أو اللي هي إيه، يعني الشرع ما يحبش إنها تخرج في جماعات الناس علشان يعني ما تفتنش الناس بجمالها، ما تخرجش لصلاة العيد هذه المرأة. طب وتعمل إيه؟ تصليها منفردة في البيت. وكذا الحاج، لأن الحاج مشغول بعمل الحج فيصليها منفرد، لأن صلاة العيد بتبقى في صبيحة يوم النحر، والحج مشغول بايت في مزدلفة وعايز يمشي مع الشروق علشان يتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وبعدها عنده طواف الإفاضة وعنده الحلق وعنده الهدي وعنده أعمال كثيرة، فمشغول، فمش فاضي الحج إن هو يحضرها جماعة. يبقى الانفراد هنا تناسب الحج وتناسب المرأة وتناسب من فاتته صلاة الجماعة في صلاة العيد. طبعا لو صلاها منفرد هتبقى من غير خطبة، لأن هيخطب في نفسه، مش محتاجة خطبة بقى. ولو صلوها النساء لا يخطبن، لأن الخطبة يشترط فيها الذكورة، واخد بالك؟ كل الحاجات دي تبقى بديهية يعني في ذهن الفقيه وهو بيدرس مثل هذه الأمور. يبقى تشرع جماعة ولمنفرد. وعندنا احنا قاعدة قلتها لك قبل كده ولازم تحفظها، أن كل ما شرع فيه الجماعة يجوز فيه الانفراد، وكل ما شرع فيه الانفراد يجوز فيه الجماعة. قاعدة عند الشافعي، كل ما شرع فيه الجماعة يجوز أن تصلي فيه منفردا عدا الجمعة، لأن الجمعة من شروطها الجماعة، ما تنفعش منفرد. مستثنى من القاعدة دي إيه؟ صلاة الجمعة. يعني لما أجي أقول لك مثلا تصلي صلاة التراويح، شرعت فيها الجماعة صلاة التراويح، مش كده؟ يبقى يجوز الانفراد فيه. وأيهما أفضل مبحث؟ نقول مثلا صلاة الضحى شرع فيها الانفراد صلاة الضحى، لكن يجوز أن تصليها جماعة، واضح؟ وهكذا. يبقى ماشي على القاعدة دي، كل ما شرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، كويس؟ كل دي صلوات شرع فيها الجماعة. طب لو فاتتك صليها منفرد. يبقى تشرع جماعة ولمنفرد، ومسافر أيضا يصليها، وحر وعبد وخنثى. خد بالك في صلاة الجمعة مفيش بقى المسافر، وإن كانت تجوز منه تصح منه إلا أنها لا تجب عليه، مش كده؟ برضه المسافر وكذلك العبد تصح منه الجمعة لكن لا تجب عليه، يعني لو صلاها صحت لكن لا تجب عليه زي ما قلنا. وخنثى وامرأة كذلك في صلاة الجمعة لا تشرع لهم، يعني لا تجب لهم عليه، لكن لو صلوها تصح منهم، ولكن لا يكملوا نصاب الجمعة ولا يحسبوا في نصاب الجمعة حيث العدد. هنا بيقول لك تشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة. ولا ذات هيئة يعني ايه؟ يعني مشهورة، يعني ما تمشي في الشارع كده يا فلان دلوقتي ايه، زي واحدة ممثلة، واحدة مذيعة، واحدة بتيجي في التلفزيون كتير، مشهورة بقى، بقت من نجوم المجتمع دي، ما فيش داعي انها تروح تصلي الجماعة لان هتلفت الانتباه اليها،
والناس هيجتمعوا، في ناس بقى قللت العقل كمان معاه اوتوجرافي ولا مديلي واخد معاك صوره، هتبقى ملهاش لازمه. يبقى دي اسمهم ذوات الهيئات. يبقى لما تبقى واحده مشهوره ذات هيئه، او مثلا معروفه انها ايه اتخن واحده في المنطقه، بتمشي كده كان خيمه ماشيه، دي برضه ذات هيئه، لا يكون ملهاش لازمه، واخد بالك؟ دي تصلي في البيت منفرده، والجميله جمال يعني فاتن، يعني تفتن الناس، برضه تصلي في البيت ما تخرجش تحضر الجماعه. لكن لما تخرج المراه يبقى المراه اللي هي جمالها عادي معتاد، يعني مش ملفته للنظر وليست مشهوره، يعني من سائر النساء العاديات اللي محدش يلتفت لوجودهن ولا يفتقدهن اذا غابوا، هم دول اللي ما يلفتوش الانتباه. طب والجميله وذات الهيئه تصلي منفرده في البيت ولا تحرم نفسها من صلاه العيد. اما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب، يعني ما تجيش بالزينه، يعني الثياب العاديه اللي هي ايه بتخرج تجيب بيها الخضار، اللي بتخرج مثلا تقضي بيها بعض المصلحه تزور جيرانها، لكن ما تلبس بقى ثياب ملونه وزينه وتتطيب وتخرج للعيد، ما ينفعش. ووقت صلاه العيدين ما بين وقت الصلاه بقى ايه ما بين طلوع الشمس وزوالها، اللي هو وقت حل صلاه النافله بعد طلوع الشمس، اللي هو وقت صلاه الضحى. يعني وقت صلاه العيد هو وقت صلاه الضحى، كويس؟ ما بين طلوع الشمس الى وزوالها، زوالها يعني قبل الظهر بنصف ساعه، يعني عند زوال الظل لما تبقى الشمس عموديه في كبد السماء. وهي اي صلاه العيد ركعتان. صلاه العيد بنصليها ازاي؟ هي عباره عن ركعتان. يحرم بهما بنيه عيد الفطر او الاضحى. يبقى مع تكبيره الاحرام ينوي صلاه عيد الاضحى او ينوي صلاه عيد الفطر بقلبه، والتلفظ عند الشافعيه مستحب عند من لا يستطيع استحضارها في القلب، لان اللسان يعين على الاستحضار في القلب، ومباح لمن يستطيع استحضارها في القلب بلا تلفظ، فمباح له ان يتلفظ، والافضل في حقه الا يتلفظ طالما يستطيع استحضارها في قلبه. ويكون النية وقتها مع تكبيرة الإحرام. يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى ويأتي بدعاء الافتتاح. يبقى بعد تكبيرة الإحرام يقول دعاء الإيه؟ الافتتاح المشهور. في أدعية افتتاح كتيرة، طالما هيصليها إمام وجماعة ما يختارش دعاء استفتاح طويل زي دعاء الاستفتاح بتاع قيام الليل. يبقى يختار دعاء استفتاح قصير حتى لا يطيل على الناس. فيقول مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وانا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، او يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا اله غيرك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، يعني ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا. وبعدين يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هنا بقى مش هيقول بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاه العيد، لانه لسه عليه تكبيرات قبل الاستعاذة. عليه تكبيرات قبل الاستعاذة، يقول دعاء الاستفتاح دون الاستعاذة. وبعدين يبدا يشرع في تكبيرات العيد اللي هي قبل القراءه. يبقى ياتي بدعاء الافتتاح ويكبر في الركعه الاولى بعد تكبيره الاحرام ودعاء الافتتاح سبعا سوى تكبيره الاحرام، خلافا للمزني من الشافعيه قال بتكبيره الاحرام كالمالكيه. يبقى المالكيه عندهم سبعه بتكبيره الاحرام، وكذا المزني من الشافعيه ومن اصحاب الوجوب. ولكن المعتمد في مذهب الشافعيه وكذا عند الاحناف والحنابله انها سبعه غير تكبيره الاحرام. واضح؟ يبقى هنا ماشي على الراجح في المذهب، ما خدش وجه المزني. يكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام. بيكبر جهرا إماما ومأموما، كله يجوز. كويس؟ وبين كل تكبيرة وتكبيرة يسبح في سره.
يعني مثلا هيقول ايه الله اكبر، وبعدين ايه في الصمت بين التكبيرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، وراء المأموم زيه، المأموم يقول وراء زيه مع رفع اليد ورفع الصوت، لأنها شعيرة تدل على الفرح، لأنها صلاة فيها فرح، بخلاف صلاة الجنازة عشان صلاة فيها حزن مفيش بقى إيه رفع الصوت بتاع المأموم في التكبيرات، المأموم بيقولها سرا، لكن لأن الصمت في الجنازة مطلوب، لكن ده عيد والتكبير فيه من الشعائر، فيظهر بها الإمام والمأموم. يبقى الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، ثم يتعوذ بعد آخر تكبيرة السابعة يعني، ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها أي سورة، يسن عندنا سورة قاف مستحبة جهرا، أو سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، زي نفس صلاة الجمعة فيها نفس السور دي مستحبة بعد صلاة الجمعة، يبقى يقرأ سورة قاف جهرا ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، والملكية عندهم خمسة بتكبيرة القيام وكذا المزيد، واضح؟ ثم يتعود بعد الخامسة يعني في الركعة الثانية، ثم يقرأ الفاتحة وسورة اقتربت جهرا، اللي هي سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، يبقى عندك لو جاب قاف في الأولى يبقى يجيب القمر في الثانية، لو جاب سبح اسم ربك الأعلى في الأولى يجيب الغاشية في الثانية، وله أن يقرأ أي سورة ولو جزء من سورة. كويس؟ بعد ما يخلص صلاة العيد يخطب ندبا بعدهما، يعني يخطب الإمام ندبا يعني على سبيل الاستحباب، وحكم خطبة العيد أنها مستحبة، يعني لو ما خطبوش يصلوا العيد وروحوا، صلوا العيد لكن فاتتهم سنة الخطبة، واضح؟ ويخطب ندبا بعدهما يعني بعد الركعتين مباشرة من غير ما يختم صلاة، واضح؟ يبقى هيسلم ويطلع على المنبر يخطب خطبتان، وتكون الخطبة بعد الصلاة خلافا للجمعة، الجمعة بتبقى الخطبة قبل الصلاة، والعيد الخطبة بعد الصلاة. وأول من جعل في الجمعة يعني عبد الملك بن مروان ومروان بن الحكم، جم عملوا ايه؟ بقوا يعملوا الخطبة العيد قبل الصلاة زي الجمعة، عشان يجبروا الناس يقعدوا يسمعوا الكلام الفارغ اللي كانوا بيقولوه، عشان كانوا بيعيبوا في سيدنا علي وعايزين يسمعوا الناس بقى الكلام ده اجباري، فكانوا ايه يعملوا ايه يحبسوا الناس يعملوا الخطبة الاول والناس قاعدة مستنية تصلي. طبعا حصل ايه اشكالية كبيرة بينهم وبين الصحابة، وقاموا قالوا لهم انتوا بدلتم وعملتم وكده، لكن السنة ان هو يخطب بعد الركعتين، واول من خطب قبل يعني كالجمعة في العيدين الامويين، الامويين في العصر الاموي، وبعد كده ترك لما ماتت الدولة الاموية وانتهت. ويخطب بعدهما اي الركعتين خطبتين، يبقى مش خطبة واحدة يفصل بينهما يعني بجلوس، يكبر في ابتداء الاولى تسعا ولا أن، أصل هي زي الصلاة بالظبط، أنت في الصلاة برضو كبرت في الأولى تسعة، مش كده برضو؟ تكبيرة الإحرام وسبعة ثمانية، وتكبيرة الانتقال للركوع أدي تسعة، مش كده برضو؟ الركعة الأولى فيها تسعة والركعة الثانية فيها سبعة، تكبيرة الرفع خمسة ست، وتكبيرة الركوع أدي سبعة، يبقى هي برضو في الخطبة الأولى هنا تسعة والثانية
سابق زي الصلاة بالظبط، خدت بالك؟ عشان ما تنساش يعني الحاجات دي تفكرك وما ما تنساش، مش تيجي كل عيد تفتح ايه تشوف هنكبر كم تكبيرة لان انا ناسي اصلا ما صليتش بالسنة اللي فاتت. فالحاجات دي المفروض تبقى بديهية في ذهنك بقى خلاص ثبتت. يبقى خطبتين يكبر في ابتداء الاولى تسعا ولاء ورا بعض. هل يبدا بالحمد والثناء ثم يكبر ولا يبدا بالتكبير ثم الحمد والثناء والشهادتين؟ خلاف، وكله ده ينفع، كله ينفع. بعضهم رجح الحمد الاول ثم يكبر، وبعضهم قال لك لا التكبير افضل اولا ثم يحمد ويمشي في الخطبه على النمط المعتاد. ولاء يعني ورا بعض. لو فصل التكبيرات ببعض الحمد والثناء لا بأس. ويكبر في ابتداء الثانية ايه؟ سبعا، خطبة الثانية يعني. ولا أن يعني ورا بعض. الناس العوام يقول لك ايه علولة. مش كده؟ علولة يعني. علولة يعني ايه؟ يعني علولة، يعني ورا بعض. ولو فصل بينهما يعني بين هذه التكبيرات بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا، جائز يعني. كده خلصنا الخطبة. خطبة العيد يسن ان هي تشمل على الوعظ والإرشاد وبيان آداب كل عيد. يعني احنا هنخطب مثلا عيد الأضحى يبقى نتكلم عن الأضحية وآداب الأضحية وكيفية تقسيم الأضحية عشان أذكر الناس، واستحباب الأضحية وشروط الأضحية، كل دي مناسبة في عيد الأضحى. ثم أحث الناس على إيه؟ ترك التشاحن والتباغض والتزاور، يعني أحثهم على أنهم يتزاوروا وأنهم يصلوا أرحمهم ويطعموا الطعام ويذكروا الله ويتوبوا من الذنوب والمعاصي. كل دي تبقى محور الخطبة هذا الموضوع. وفي الخطبة الثانية تحوي على هذا أو بقية ما شرعت ثم إيه الدعاء. كويس؟ دي الخطبة الثانية. في عيد الفطر تحث الناس على صيام ست من شوال وتتكلم على ثواب الست من شوال، تحث الناس على أخلاق الصيام وأن يستمروا على أخلاق الصيام التي اكتسبوها في رمضان، وكذلك تحث الناس على صلة الأرحام وعلى عدم التشاحن والتباغض وغير ذلك. يسن في صلاة عيد الأضحى انك انت تسرع بالصلاة وتقصر الخطبة عشان الناس مشغولة بإيه؟ بالذبح، ما تحبسش الناس في الجامع. يبقى تبدأ بمجرد حل النافلة، يعني مجرد ما يجي 10 دقايق بعد طلوع الشمس قوم على طول ايه صلي الركعتين واخطب خطبه قصيره خطبتين قصار، وسيب الناس بقى تنتظر الجزارين عشان يذبحوا، خصوصا الناس جايه ما اكلتش ناويه تفطر على الاضحيه. واضح؟ لكن في عيد الفطر يسن تاخير الصلاه شويه لان الناس بتبقى سهرانه بقى وفرحانه في رمضان وليله العيد وعلى ما تغتسل وتيجي، يبقى أخرها شوية، مش مجرد أن يأتي وقت الصلاة اللي يحل النافلة 10 دقائق بعد صلاة بعد طلوع الشمس تصلي على طول، لا استنى شوية، استمر في التكبير اللي هو المرسل، يسموه تكبير مرسل، لما التاني تكبير مقيد. أي هنبين مع أنواع التكبير. وبعدين في يسن في عيد الفطر أنك أنت تفطر قبل صلاة العيد، تفطر ولو على تمرة ولو على شربة ماء. واخد بالك؟ يسن في صلاة عيد الأضحى إنك أنت تأتي صائما حتى تفطر على الأضحية. يبقى إفطارك على الأضحية، هذا لمن يريد أن يضحي يعني. يبقى فطره على الأضحية. وكان النبي يحب يفطر على حتة من الكبد، على حتة من اللحوم من لحم الكتف كان يتعمل له، وده مشهور في بيوت المصريين الحمد لله. أول ما يتباعوا الأضحية هات الكبدة ويقطعوها ويشوحوها ويقعدوا ياكلوا على الساعة 11 ولا ايه 12 كده بعد اذان الظهر او قبل اذان الظهر. وده مشهور لان ده توارث، احنا العباده خدناها توارث من اجدادنا، احنا بقى لنا 15 قرن مسلمين يعني عايشين في الشرع بدون ما نشعر، لدرجه ان احنا نفتكروا ان عادتنا كده وهي الشرع اللي عمل العاده. خدت بالك؟
ها؟ بس انت لما بتعملها بعلم بتبقى حاجة تانية غير ما بتعملها بالعادة والذاتية. والتكبير على قسمين، يعني في حاجات طبعا لازم نقولها قبل ايه، قبل كده، ان صلاة العيد يسن ليها انك انت تأتيها مغتسلا، الغسل لصلاة العيد كده برضو لابس ثياب جديدة وتبقى متطيب، وغسل العيد يدخل وقته من منتصف ليلة العيد إلى غروب شمس أول يوم العيد، واخد بالك، لأن الغسل للعيد وليس لحضور الصلاة فقط. يعني من فاته الغسل وصلى صلاة العيد يروح يغتسل تاني غسل العيد، فهمتني ازاي؟ ليه؟ لأن الغسل ممتد وقته المشروع لحد غروب شمس يوم العيد، واضح؟ لأنك بتغتسل فرحا بالعيد وليس لحضور الصلاة فقط، لكن اللي بيغتسل قبل حضور الصلاة بيستفيد فائدتين، غسل العيد والغسل للصلاة، فبيبقى ياخد ثوابين أعلى. غسل العيد حتى الحائط تغتسل للعيد، لأن الغسل المقصود به النظافة فرحا بالعيد، حتى لو حائط تغتسل، بخلاف الجمعة، غسل الجمعة لمن يحضر الجمعة، فمن ليس عليه جمعة ليس عليه غسل. فدي حاجات تاخد بالك منها. غسل الجمعة يدخل وقته من طلوع الفجر الصادق، غسل العيد يدخل وقته من منتصف ليلة العيد، كل دي فروقات تبقى واخد بالك منها. يسن انك انت تروح لصلاة العيد من طريق وترجع من طريق اخر حتى يشهد لك، كان النبي يفعل ذلك حتى تتبرك به كل طرقات المدينة ويسلم على اهل هذا الطريق واهل هذا الطريق صلى الله عليه وسلم، فيسن انك انت تفعل ذلك. يسن ايضا ان تكون صلاة العيد في الخلاء ان كان المسجد لا يسع الناس، ان كان المسجد لا يسع الناس يسن ان تكون في الخلاء. طب ولو وسع المسجد الناس فالمسجد افضل، لانك بتاخد ثواب اعلى في المسجد، وهو انك انت بتاخد نية الاعتكاف في المسجد مدة الصلاة وعمارة المسجد وتحية المسجد، وأن أفضل بقاع الأرض هي المساجد، والنبي لم يصلي صلاة العيد في المسجد لأنه كان يضيق على المدينة وعلى من حولها من البوادي، كانوا كلهم يجتمعوا في صلاة العيد فكان يصلي في الخلاء. أما إذا اتسع المسجد للناس فالمسجد أفضل، وكذا المسجد يكون أفضل عند المطر وعند الريح، افرض الدنيا مطرت هتقعد الناس في الخلاء يصلي في المسجد، واضح؟ يبقى الشافعية عندهم الصلاة في المسجد أفضل إن اتسع للناس، فإن لم يتسع فالخلاء أفضل. فإن صلى في المسجد يبقى له أن يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل صلاة العيد، وإذا صلى في الخلاء ليس عليه تحية خلاء، يعني يخش يقعد على طول لحد ما إيه يقوم يصلي، واضح؟ كل دي أمور يعني تاخد بالك منها، وإن كانت الكتب المختصرة ما بتتناولهاش، لكن تبقى انت فاهم. تيجي برضو حاجات متعلقه بصلاه العيد، افرض ان انا صليت صلاه العيد ونسيت التكبيرات المتكرره. يعني جيت اميت الناس قلت ايه؟ نويت صلاه سنه عيد الفطر، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، ودخلت في الفاتحه. خلاص بقى المسجد ما يتقلبش على الامام. يقول الله اكبر الله اكبر، ما ينفعش كده. واخد بالك؟ لو نسي التكبيرات لا بأس، ما يجراش حاجة، وليس عليه ثبوت سهل، طالما شرع في القراءة لا يتركها إلى التكبير، واضح؟ ويبقى لو فاته التكبيرات المتكررة أو نقص العدد أخطأ في العدد، ليس عليه ثبوت سهل وفاته الفضيلة فقط، وليس عليه كمان ثبوت سهل. هنيجي بقى لتكبيرات العيد. احنا عندنا طبعا المسلمين بيكبروا في العيد تكبير جماعي، وده يدل على ان الذكر الجماعي ورد في السنة، لمن ينكرون الذكر الجماعي. صلاة العيد دي في يوم العيد بنكبر جماعي، في الحج التلبية بنكبر جماعي، مش كده برضو؟ الصلاة نفسها وهي اعلى الذكر بنصليها جماعي، فازاي يقول لك ان الذكر الجماعي ما وردش؟ يبقى هو اللي ما قراش بقى السنة بفهم دقيق. فالتكبير على قسمين، مرسل
وهو ما لا يكون عقب صلاة، ومقيد وهو ما يكون عقبها. يبقى تكبيرات العيد مرسل، يعني ايه؟ يعني مش مقيد بالصلوات، كويس؟ ومقيد هو ما يكون عقب المفروضات، الصلوات المفروضة أو النوافل أو الصلاة مطلقا. وبدأ المصنف بالأول فقال اللي هو إيه؟ المرسل، تكبير المرسل. ويكبر ندبا كل من ذكر وأنثى، بس الفرق بين تكبير الذكر وتكبير الأنثى أن الأنثى تكبر بصوت غير مسموع، والذكر يكبر بصوته مسموع. وحاضر ومسافر، الحاضر هو المقيم والمسافر معروف. في المنازل يعني في منزله، والطرق والمساجد والأسواق، يعني يقولوا إذا طلع، إذا طلع على مرتفع أو نزل هبط، أو التقاء الصحبة والرفاق، أو عند الطعام، أو عند الاستيقاظ من النوم، أو عند تغير الحال من جوع إلى شبع إلى غير ذلك، أو عند الاستيقاظ من النوم، كل ده يشرع فيه التكبير، كما أنه يشرع فيه التلبية للحج أيضا. إذا كان حج يلبي في المواضع دي. يبدأ من غروب الشمس من ليلة العيد، يعني عيد الفطر، يبقى بيتكلم هنا على عيد الفطر. أول ما يقولوا إن بكرة العيد يبقى دخلنا في وقت التكبير المرسل. واضح؟ المرسل هو غير مقيد بالصلوات. لو جم في يوم 29 ليلة 29 شافوا الهلال وقالوا وقالوا إن بكرة المتمم من رمضان، مش كده برضه؟ يعني 30، يبقى أنت بمجرد ما تصلي مغرب 30 رمضان تكبر التكبير المقيد دبر الصلوات، لأنك أنت عارف دي ليلة العيد. لكن لما بتبقى في 29 بتبقى منتظر لسه رؤية الهلال، فما بتكبرش بعد المغرب، تنتظر. أول ما يقولوا إن بكرة العيد يدخل بقى التكبير المرسل. يدخل التكبير من غروب شمس ليلة العيد المرسل ده إلى طلوع الإمام في الصلاة. أول ما يقولوا الصلاة جامعة ويقفوا يصلوا العيد يبقى خلص التكبير المرسل. واضح؟ ده في صلاة عيد الفطر. ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات، لكن الإمام النووي في الأذكار اختار أنه السنة، وده اللي عليه العامة. واضح؟ أصل أنت ليلة عيد الفطر عندك بس كام فرض؟ المغرب والعشاء والفجر، مش كده برضه؟ يبقى يسن التكبير عقبها على ترجيح الإمام النووي، على ترجيح الإمام النووي واللي عليه العمل. ويكبر في عيد الأضحى، في عيد الأضحى بقى يكبر خلف الصلوات المفروضات من مؤدى وفائتة، وكذا خلف راتبة ونفل مطلق وصلاة جنازة. أي صلاة هيصليها يكبر خلفها، أي نوع صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة مؤداة يعني في وقتها، أو فائتة قضاء يعني يقضيها، أو خلف راتبة يعني سنة راتبة متعلقة بالصلاة، أو نفل مطلق، وكذا بعد صلاة الجنازة. يبدأ وقت التكبير المقيد في عيد الأضحى، خلاف كبير بين المذاهب، لكن اختيار الشافعية من صبح يوم عرفة إلى عصر العصر من آخر أيام التشريق. يبقى عندنا من فجر يوم عرفة، وده المشهور بقى واللي عليه العمل في معظم بلدان المسلمين إلا بلاد الأحناف، عندهم إيه؟ ما بيعملوش كده يعني، مش من صبح يوم عرفة، من يوم النحر.
وفي رأي في فدي يوم عرفة العصر اليوم الأول أيام التشريق. انتوا عندكم ايه؟ الأحناف. انت أحنف؟ انا ما اعرفش ان الأحناف غير الوقت لا من حسين. يعني في رأي بيقول عند الأحناف زينا زي الشفايف. يبقى ويكبر في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات. طب لو نقلنا حاجة عن الأحناف فيها غير دقيقة تبقى تنبه، لأن تملي يقول لك ما تاخدش المذهب الآخر من غير صاحب المذهب. يعني لما يبقى شافعي يقول لك قال الأحناف كذا دون ولكن راجعها، لا يكون مش دقيق. خد بالك. لا معلش ما يجراش حاجة. ويكبر في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات من مؤدى وفائتة وكذا خلف راتبة ونفل مطلق وصلاة جنازة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. صيغة التكبير إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر مثنى ولله الحمد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ويسنى أنه إذا شرع في تكبيرات العيد أن يكررها ثلاثا وينهيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل ثم الدعاء. كويس. يبقى لو شرع في تكبيرات العيد يكملها ثلاثا السنة كده، وينهيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الدعاء بما شاء من خير الدنيا والآخرة. والتكبيرة التي زادها كثير من المصريين، يعني الإمام الشافعي لما جاء مصر لقى المصريين بيقولوا التكبيرات اللي احنا بنقولها دي الحافظينها دي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. فقال الإمام الشافعي فإن زاد الناس على ما يقولون فأجده واسعا، فالأمر واسع. ما قالش بقى بدعة وضلالة وفي النار وعملوا لنا مشكلة وقسموا المساجد نوعين، نوع مسجد بدعة ومسجد سنة والحكاية دي، لا كلها ده لأنها مبناها على إيه؟ على الساعة، لأنها ذكر ومبنى الذكر على الساعة. فوسع الأمر وفي داعي تصدم الناس. الأفضل ما درج عليه الناس، لأن الناس دول درجوا عليه من أيام الإمام الشافعي، يعني من أيام السلف الصالح. وعليكم بسنتي وسنة إيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلو دورت تلاقي إن كتير من الناس قالوها، وكتير اكتفى بالإيه؟ بالصيغة القصيرة. كتير عمل كده وكتير عمل كده. فلا بأس. ولا شك أن الذكر كلما زادت فيه المعاني كلما كان أفضل. فالذكر المصحوب بالصلاة على النبي يكون أعلى ثوابا من الذكر اللي هو مكتفي بدون الصلاة على النبي مثلا. وكذلك لبيان النعم، تعديل النعم، يعني بتذكر إيه؟ لا إله إلا الله وحده نصر عبده أعز جنده هزم الأحزاب وحده، فتتذكر نعم الله. كل ده يدلك على أنه هو الأفضل. أنا بعمل إيه شخصية في مسجدنا اللي عندنا؟ بنجمع وبنقول الصيغة القصيرة ثلاث مرات الأول، وثالث مرة نكمل بالطويلة ونختم بالصلاة على النبي وندعي. واخد بالك؟ يعني بنعمل كده، والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثالث مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. ده اللي احنا بنعمله في مسجدنا. واخد بالك؟ تجمع بين كل الصيغ وفي نفس الوقت تؤدي. فاللي قاعد معاك من الجماعة المحمصصين هيقول معاك الثلاثة الأولانيين وتنه ماشي مع السلامة.
في امان الله، واللي قاعد معاك من الناس اللي هم ايه بيحبوا زياده الذكر هيقعد معاك وينبسط ويقول الزياده ويصلي على النبي ويحضر الدعاء، فيبقى عرضت هذا وعرضت هذا وعملت كل حاجه، فلا باس يعني. والله تعالى اعلى واعلم. لو في اسئله بيسأل بيقول حكم إذا اجتمع العيد في الجمعة يوم الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد إذا جاء يوم الجمعة ويقول للناس اللي جايين من البوادي البعيدة وأطراف المدينة، من حضر صلاة العيد فله ألا يصلي الجمعة، يعني يصلي ظهر عنده في بيته في مسجد حيه، واما نحن فمجمعون. والنبي كان يجمع. طب ليه؟ لرفع الحرج. لا، لرفع الحرج، لان الناس زمان كان علشان تخلص صلاه العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وترجع بيوتها، على ما توصل بيتها يلاقي وقت صلاه الجمعه ده يرجع تاني هيشق عليهم. لكن دلوقتي في زماننا احنا لما بقت وسائل الانتقال سريعه والمسجد قريب من البيت، يبقى هذا الحكم ايه رفع العمل به. نرجع للاصل، فهنرجع للاصل يعني، بس نرجع للاصل، نرجع للاصل. العله ايه؟ العله رفع الحرج عن الناس، لانهم على ما يروحوا بيوتهم بسبب ايه؟ ان وسائل المواصلات كانت بطيئه وكان كثير من الناس تذهب مشي، فيخلصوا صلاه العيد مع النبي على الساعه 10، على ما يوصل بيته يبقى الساعه 12، عايز يرجع تاني يبقى معناه علشان يصلي الجمعه معناه يفضل قاعد من صلاه العيد لحد ما يخلص الجمعه، وده يزداد عليهم الحرج. فالنبي رفع الحرج عن الناس وقال اذا اجتمع العيدان فاكتفوا بصلاه واحده، ده لاهل ايه؟ البوادي البعيده. ولكن النبي لان بيته جنب المسجد يعمل ايه؟ وانا لمجمعون، يعني ان اهل المدينه لمجمعون. واضح؟ تغيرت الأحوال واقتربت المساجد للبيوت وسهلت المسافات وقصرت المسافات بسبب وسائل المواصلات السريعة، فيبقى الحكم ده أنا في رأيي ارتفع لارتفاع علته. فإن عادت العلة مرة أخرى كنت في بادية بعيدة وتتحرك الناس ببطء، يبقى نرجع للحكم الأصلي لأن العلة جاءت، فيبقى الحكم ببقاء علته ويزول بزوال علته. ده أنا حسب ما أفهم من الفقه كده، إن طالما معلول بعلة يبقى يبقى بوجود العلة ويرتفع بارتفاع العلة. واضح؟ والله تعالى أعلم. الشيخ أحمد بيقول لك طب افرض إن أنت هتبقى مشغول مع الجزار وقاعد يذبح وقاعد بتقسم في اللحمة وجت صلاة العيد وصلاة الجمعة، فلو خدت أنت بالمذهب ده لا بأس، لكن الأفضل تصلي الجمعة. الأفضل ليه؟ خروجا من الخلاف، لأن العلة ارتفعت. فهمت ازاي؟ لان اللي هيصلي العله يعني اللي هيصلي الجمعه على جميع الاوجه ما فيهوش فيه خطا، لكن لو ما صلاش الجمعه على وجه ارتفاع العله يقول له انت كده اخطات. فهمتني بقى ازاي؟ يقول لك صليت العيد. وبعدين انت ممكن اللي عليه الجمعه يترك النساء واطفاله يوزعوا في اللحمه ويقعدوا مع الجزار يشرفوا عليه لحد ما يروح يصلي الجمعه. دي سهل. لا ما يذبحهمش جزارين مسلمين حلوين، جزارين ما بيذبحوش، بيذبحوا العجل مش بيذبح المسلم. لا بيذبح العجل بس، لكن لا يذبح المسلم. ايوه. السنه اذا سؤال كويس بيسال بيقول اللي عليه اضحيه ودخل عليه العشر الاول من ذي الحجه يسن الا ياخذ من شعر راسه ولا لحيته ولا عانته ولا ابته ولا يقص اصفاره حتى ينحر اضحيته. من اول ما يقول لك بكره زي النهارده، من المغرب النهارده. المغرب النهارده ولا الساعه 12 يعني؟ لا من غروب الشمس. ما احنا دخلنا دي ليله اول ذي الحجه، خلاص دخلت مغروب الشمس. مش كده برضو؟ دي سنه على اي حال، لكن له ان يتطيب، له ان يستحم، يلبس المخيط، مش يحرم بقى ويلبس لي البشكير ويقعد في بيته. ما الرأي في المرأة التي تلفت النظر لقبح أو لعيب خلقي أو ما شابه، تيجي تروح ما يجراش حاجة لأن تعين على العفة.
الى متى يستمر النكير في ايه المقيد اللي هو القيد؟ الى متى يستمر التكبير المقيد في عيد الفطر؟ لحد ما يطلع الامام ويقول يلا استقيموا يرحمكم الله عشان صلاة العيد. اول ما يقول الصلاة جامعة لصلاة العيد خلاص انتهت التكبيرات في عيد الفطر. مفيش تكبير في الدور كويس. بس في سؤال تاني اتفضل. ما حكم تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد؟ لا بأس لا بأس. ايه احنا عندنا اصلا ايه زيارة القبور النبي كان يزورها كل يوم صح ولا لا؟ كل يوم ده كانوا ما يفتقدوا النبي لقوه في البقيع قبل الفجر. لان عندنا زيارة القبور طالما مع مراعاة الاداب ما فيش فيها نياحة ولا شيء من هذا لا بأس. لكن طلع في ذهن بتوع الجمعية الشرعية ان دي بدعة صلاة زيارة القبور يوم العيد. ما لا يوجد عندهم دليل على هذا من قرآن ولا سنة، ولكن هو شيء استحدثوه في انفسهم وايه وتناقلوه لدرجة اصبح عندهم شرع غير قابل للمناقشة. طب يجيب لي حديث في الكتب الستة فهمتني ازاي انه نهى عن زيارة القبور يوم العيد؟ مفيش لا يوجد. لكن هو هقول لك حاجة، لو زيارة القبور ليست فيها الآداب الإسلامية فهي منهي عنها في أي يوم، العيد وغيره، وده يوم العيد من باب أولى عشان ما يصحش يوم العيد ويوم فرح يروح ينق هناك عند القبر. واضح؟ بس لكن عايز يزور في على من باب صلة الأرحام، لأن أقاربك اللي ماتوا دول مش من رحمك، وزيارتهم في القبور بتدخل السرور على قلبهم واخد بالك، وبيأنسوا لزائريهم فلا بأس. فأنت بتزور الأحياء والأموات لا بأس. فهمتني ازاي؟ مفيش إشكال. عايز ما تزورش يوم العيد مفيش إشكال، الإشكال إنك تمنع من يزور بلا تشريع بلا شرع من الشارع، هو ده الإشكال. إنما مش عايز يروح يزور ما يزورش، عايز يروح يزور ما تمنعوش، كل على حسب نشاطه. إنما أنا أنهي شيء والنبي لم ينهي يبقى أنا باجي بشرع جديد. واضح؟ أنا غاية ما هنالك إن أنا أبين للناس آداب زيارة القبور عند المسلمين، إن ما يبقاش فيها نياحة ولا رفع صوت ولا كلام يرضي لا يرضي ربنا ولا اختلاط فاحش بين النساء والرجال، واخد بالك، الآداب المعروفة، واخد بالك إزاي؟ بس خلاص هو ده المطلوب. وزيارة القبور الرسول يقول ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت، قال ألا فزوروها والأمر على الإطلاق ما حددش موعد. فهمتني إزاي؟ فليه أنت تستثني بعض الايه الامور وتقيد المطلق بلا قيد؟ مش كده؟ يعني النبي اطلق الا فزوروه، تيجي انت تقول ما عدا يوم العيد، طب هل في النبي قال كده؟ ما قالش كده. طب مين اللي قال كده؟ انت. وانت مين؟ انت بتشرع، انت نبي مش نبي، وانت ولي برضه مش ولي، والولي برضه ما بيشرعش حتى لو انت ولي. فهمتني ازاي؟ وبالتالي يبقى مفيش دليل على هذا الامر، والله تعالى اعلى واعلم. التكبير في عيد الاضحى بيكون مقيد بس؟ التكبير في عيد الاضحى لا مقيد بالفرائض دي لانه بيبقى مدته طويله فبتصلي فرائض كتير. ما بيبقاش مرسل يعني ما ينفعش وسط لا، وايضا له مرسل، مقيد ومرسل. والله تعالى اعلى واعلم. شخص ذهب الى المسجد متاخرا في صلاه العيد والتحق بامامه في الركعه الثانيه، هل يعيد ما فاته من صلاته تكبيرات وركعة؟ أيوة. يعني حضر مع الإمام الصلاة الركعة الثانية، فحضر معاه الخمس تكبيرات، هيجيب الركعة الأولى بعد كده يجيب سبع تكبيرات على رواية فقده، لأنه كأنه بيقضي ما فاته، يبقى الركعة اللي بيجيبها دي هي الأولى بالنسبة له، وعلى رواية فأتمه يجيب خمس تكبيرات. واضح؟ ولو ما كبرش التكبيرات الزيادة صلاته صحيحة. شخصين التحق بالإمام في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، هل يعيد ما أيوة كل تكبيرة بركعة، يعني أنا لحقتهم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة وأنا بالنسبة لي كانت الأولى، هقرأ أنا الفاتحة هم يسلموا وأنا بعد كده أكبر ثلاث تكبيرات وأسلم بس عادي. والله تعالى أعلم. انت قرأتها يا شيخ احمد؟ لا قرأتها.
خلاص كلام كويس وزحنا. والله تعالى اعلى واعلم. الحق بالصلاه قبل التسليم العيد يدرك الصلاه، صلاه العيد بادراكه قبل التسليم. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وكل عام وانتم بخير، ونلتقي ان شاء الله بعد ثالث ثلاثاء ان شاء الله من هذا اليوم ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا.